داخل بعد بعيدا عن اوافق ولا اوافق المحدده، عندنا 260 صوت بيطالبوا بمحاكمه كل فاسد، وافق بشروط 12 صوت يتحاكموا والفلوس ترجع 39 صوت. وبينضم ليا على التليفون سياده اللواء طارق مهدي من المجلس العسكري. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. سياده اللواء اي فندم اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. عايز اقول لك من ساعه ما بدات الحلقه ردود افعال واسعه جدا لقانون المصالحة مع رجال الأعمال والإفراج عن سوزان مبارك، وفي استفتاء سريع عايز أقول لك إن ثلاث يعني لو قسمنا أربع أرباع 962 صوت لا يوافقوا على إن إحنا العفو، وعندنا 361 صوت بتوافق على العفو. شايف إن الشعب متقبل لموضوع العفو يا سيادة اللواء؟ الأعداد كام تاني كام؟ 962 صوت حتى هذه اللحظة. نسبة كام لكام؟ نسبة 3-1. نسبة 3-1 لا توافق، لا توافق. 3-1 لا توافق. هي الحقيقة تجارب المجتمعات اللي سبقتنا كانت مع إن يحصل نوع من المصالحة أو التسوية. أيوة. بين فئات المجتمع، بدل ما إحنا نشيع روح الانتقام والاستئثار، أنا بدفع الفلوس. وأعتقد كان أوضح مثل اللي عمله زعيم مانديلا في جنوب أفريقيا، إن أنا أرجع الفلوس الناس الفقراء او الفاسدين او الاتفاقيات الفاسده، واحتفظ بان كده الراجل بترجع له مواطنته، مواطنته بدرجه اقل، يعني ما بيقدرش يباشر حقوق سياسيه، ما بيترشحش لانه مدان، انما تم العفو عنه. اعتقد ان النموذج بتاع التسويات هيحل مشاكل كتير، لان احنا لازم نبص لها من منظور ان انت عايز البلد تستقر. يعني ايه تستقر؟ انت عايز المستثمرين يجوا من بره، محتاج انك ما يحصلش معاك تحكيم دولي خارجي يضر بيك، لان انا النهارده لو قدرت اصفي العقود الفاسده بتسويات تحتفظ للشعب بحقه افضل، لان اللي مضى مضى عقد، ولما انت هتتحكم معاك في هذا العقد ممكن احنا نخسر فيه. طب الراجل المصري اللي سقع ارض او خد ارض مش قانونيه او عمل احتكار، او اعتقد الاولى النهارده ان احنا نقلل فكره الانتقام على حساب المصلحه. طب هو ليه سيادتك اللي هو بتسميها الانتقام، ليه ما بتقولش ان العداله؟ الناس تطالب بالعداله. انها عداله، انا موافقك انها عداله. طيب في حالات ما اقدرش انفذ فيها اللي انا بقوله ده. يعني اللي انا بقوله ده انت عارف ينطبق على ايه؟ أيوة. على الحاجات اللي انا في واحد كان في الرايجه، يعني لقى الامور انها كده ميسره والناس بتعرض عليه خدماتها فهعمل معاه تسويه، لكن الراجل اللي افسد عن عمد وكان هو بيأسس القوانين دي لصالحه وبالصدفه في ناس حواليه استفادت، سواء ناس طفيلية سواء ناس جات لها الحاجة لغايتها، هنفرق بينهم. أيوة. هذا الإفساد لا حاسبه على المستوى الشخصي لكم في القصاص حياة، لا ده ما فيش خلاف على دي. لكن أنا بحكي ما يبقاش الكلام عمومي، لأن كم الشكاوي للموضوعات المتوسطة والصغيرة والضخمة بقى كثير، يعني كل الشرايح بنسبة فساد مختلفة. أنا عايز أقول نقف عند الفاسدين الكبار، نقف عند اللي أسسوا لهذا الفساد، نقف عند اللي أصروا إنهم يضعوا قوانين اللي منهجوا الفساد. إحنا الشعب مش عايز يتسامح يا سيادة اللواء مع اللي منهجوا، خلوا الفساد منهج، إنما الناس الصغر الموقف هيبقى كتير، يعني الموقف هيبقى كم اللي ركبوا على هذه الأشياء كثيرين. لو ابتدأنا ندور عليهم، لو حد حاول النهارده يتصالح معايا اعطل النيابه وعشان ادخله 5-6 سنين سجن، ولا اخد فلوس واخد حقي ثالث ومثلث منه، انا ما اعرفش. انا طبعا انت قلت لي النسبه اللي هي بتفرض عليا ان انا امشي معاك في لا 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 سامح. وعلى فكره احنا لسه، انا هنا مش بتسامح. انا هنا شايف الصوره، اعتقد ان الندوات الاقتصاديه واللي قاله الدكتور سمير رضوان امبارح بيشرح الصوره. انا النهارده عايز سياحه تيجي، انا عايز مستثمر يجي، انا عايز بلد تبتدئ تنتج، انا عايز عمال، عايز ارفع لهم الحد الادنى للمرتبات واقف عند الحد الاقصى. كل هذه الاشياء استطيع ان انا اقتص من الكبير ماليا وجنائيا، يعني الاثنين مع بعض. والحاجات اللي هي تبتدي انت عارف زي اللي بنقول ايه لما بنطلع في القانون ونقول اللي هيسلم سلاحه خلال شهرين مش هياخد عقوبه، اللي برضه هيجي
يدعو للتصالح ويسلم فلوسه خلال الفترة اللي جاية دي هنتصالح معاه. واعتقد ان النائب العام في مبالغ خدها مثلا 300 مليون 400 مليون في ثانية نتيجة لانه حكم بحاجات بقرارات زي دي. انا معاك برضه سيادة اللواء. عايز اقول لحضرتك لو تجاوزنا هذا الموضوع عايز ارجع لك للبداية معلش سامحني، ان الناس وكلام من المجلس العسكري رسمي انه لا تهاون وسيتم حساب الجميع، فالناس كان عندها بعيدا عن روح الانتقام ما بتكلمش عنها اللي مش عايزينها تسود اطلاقا، كان عندها احساس كبير ان هيتم حساب حاسم وباتر وان هيكون في قصاص حقيقي. فلما تيجي النهارده ما يعملش عن يكون في الكلام لسكه طب لا معلش نقعد ونتراضى وعشان البلد تمشي. طب ايه اللي يمنع ان البلد تمشي وبرده نتحاسب عشان الناس ما تشعرش ان ده كان مجرد اداء؟ انا بقول لك بمنتهى الصراحه والشفافيه، هو يا ريت اللي حضرتك بتقوله ده يا ريت يقدر يتطبق على الارض. يا ريت يقدر يطبق على الارض. ان انا اقعد واستنى لغايه ما احاسب كل الناس وبعدين ان شاء الله الدنيا هتستنانا والاحتياطي المالي هيستنانا والانتاج هيستنانا لغايه ما نحاسب. هو ده اللي انا بحكي عليه. انا بتكلم على اني انا عارف ان انا كده ممكن اكون ضد التيار، انما الاصل انا ما بحميش حد، انا بحمي بلد. انا هنا وانا بكلمك صافي النيه للبلد والمصر والاقتصاد، ان الافضل ان اللي اقدر اخلص مشكلته النهارده واخد فلوسي منه اخد. وبرضه ما بحكيش على الرموز الكبير، لا الرموز الكبيره تتحاسب، ان هي الاصل في الافساد، هي من افسدت الحياه السياسيه، هي من افسدت الحياه الحزبيه، هي من افسدت الاخلاق المصريه. لا ما مش عايز فلوسي منها، هاخدها من حبابي عينيهم. جميل. وانا باخدها هحاسبهم، لكن ما تجيش على مستويات وسطى ونفسي. لا والله انا على المستوى الشخصي ما بتكلمش على مستويات الاسماء الكبيرة اللي انت بتحكي عليها الالف الالفين، لا نحاسبهم الاثنين، الالفين واحد الكبار، الثلاث الاف، العشر الاف رقم معقول، لكن ما يبقوش 200 الف. 200 الف هنحضر سنتين. سيادة اللواء من شايف كده من الحاجات معاك تماما، وعايز اقول لك المستوى الوسطى وفوق الوسطى والله انا يعني اكاد ازعم وانا مملوكش اتكلم عن الشهب مستعد يسامح، انما الرؤوس اليانعه الرؤوس محدش بص ما... لا ده ولا انت عن قناعه، مش عشان على التلفزيون، عن قناعه ما ينفعش تتسامح معاه، لان الموضوع وهو بيبقى راجل مش مظبوط كان يفسد اللي حواليه. السؤال الاخير، فانت لازم تجتسه لقادم الايام لل 500 سنه الجايه في تاريخ مصر، ان اللي هيغلط هيتحاسب، وان من افسد شيء يصلح، وان لكم في القصاص حياة. كل ده انا متفق عليه. لكن اللي انا شايفه ان الامور، يعني انا في حد اتصل بيا في موضوع وقال لي انتوا لغيتوا الصف الاول، احنا عايزين الثاني والثالث، وانا متاكد انه بعد الثاني والثالث هيقول الرابع والخامس. لا لازم نقف عند السقف. صح معاك تمام، اللي عمله مندل معاك تمام، اللي عمله مندل اللي هو ايه الكبار، لا ما انا ما اقدر، قلبي حتى مش هيطوقني ولا قلب الناس مستحمله، ما دي مش هيطوقني قلبي. طيب اخر حاجه، حاجه مهمه جدا وبشكرك جدا على انك بتؤكد ان ده لمصلحه المستقبل وليس انتقاما من الماضي، لان انا الفضيان للانتقام هيستهلك وقتنا لغايه ما نصحى من النوم لقينا غرقانين في بحر دم. جميل. ايدينا غرقانه ورجلينا غرقانه. طيب غرقانين معاه، الا يستحق الشعب؟ كنت اشرت من 4 ايام يا سياده اللواء لحوار اكدت عليه الشروق الكويتيه ولم يكذبه المجلس العسكري بخصوص ان تصريحات مبارك المستفزه لجريده الشروق الكويتيه، والناس اصابها حاله يعني حزن شديد بسبب هذه التصريحات اللي قال ما حدش يقدر يحاسبني ولا احد على هذه الارض يجرؤ انه يحركني من مكاني. مش قادر اجاوب على دي، مش عشان حاجه، لاني ما قرتهاش يعني مش حاجه ثانيه. لا يعني مساله مش يعني انا ممكن يبقى في معرض دفاع، فانا دلوقتي هجاوب على جمل انا ما قريتهاش. أيوة. يعني ممكن يبقى انا في معرض دفاعي عن نفسي مثلا اقول ايه، انا محدش يقدر يحاسبني لاني ما غلطتش. أيوة. واخد بالك، مش انا ما اقدرش حد يحاسبني عشان انا سلطه ولا باور ولا اي حاجه، لا انا محدش يقدر يحاسبني عشان انا ما غلطتش. ممكن يكون غلط كده، فانا مش هقدر اجاوب على السؤال ده لاني ما شفتوش الحقيقه، ما قريتوش يعني. بشكرك يا ست، عشان ما بقاش لا ببرر ولا بهاجم، وبحترم الموقف. احنا عايزين، انت عارف كويس انك فكرتني،
تعرف احنا مشكلتنا ايه؟ ايوه مشكلتنا ان احنا بنبني التحليل بدون خبر. انا ما عنديش الخبر. ايوه فمش هقدر احلل. المشكله اللي احنا نعاني منها بالمره بقى عشان نبقى عرجنا على الاعلام بصفتك بتكلمني بهذه الصفه. اتفضل يا ست الليل. بصفتي في مجلس الامناء. الاعلام ممكن يحلل دون خبر وبالتالي نقعد نعاني والجهد اللي بنستهلكه في تبرئه ساحه الناس او اعاده الاتزان النفسي لان الناس بتتغير في ثانيه. انا بيتي بيتغير في ثانيه بين ان هو واخد قرار في اتجاه ايجابي لاتجاه سلبي في لحظه ببرنامج بمنشات. فارجو يعني درجه بقى ومناشده اتفضل اللي احنا بنقولها تفضل. اللي يحلل يحلل على خبر. طيب انا يحلل على احتمال. انا معايا ربنا اراد عشان انا كنت معايا الخبر مش الاحتمال يا سياده اللواء. انا ما عرفتوش والنبي. هنبعته لحضرتك وناخد تعليق عليه بعد كده. حضرتك بتقوله. طب هقول لك يا سياده اللواء. لا لا. طب انا مبسوط. انا مبسوط. الله راضي محدش يقراه لي. حلو قوي ده حقك تماما. انا والله مبسوط جدا جدا من هذا الحوار. والله بقول لك ايه. احنا لو اتعاملنا كلنا كده الموضوع هيبقى سهل. طيب ما يعني مش احنا انا غير مطالب ولا حضرتك مطالب ان احنا نكون بنفهم في كل حاجه. صح. نحلل كل حاجه. صح. صح. انما لما يبقى قدامي سطرين وبقراهم من حقي ان انا احلل وهذا. طب من حق او يخطئ ده ما فيهوش. من حقنا عليك انك اللي انت تقدر عليه يا سياده اللواء تتناقش فيه ان احنا نناقشه على الهوا وناخد مساحه اكبر. تقدر تجي لنا ضيف امتى سياده اللواء؟ ان شاء الله لما يحصل يعني. ان شاء الله ربنا يعمل فيه الخير. ما ينفعش اتفق كده. لا ايوه يعني أنا طب بالعكس انا من الناس اللي ما بتخبيش حاجه خالص. ما انا عارف. ما انا عشان كده بتكلم على الله. فالموضوع سهل واحنا كلنا كده والله سبق. ما عندناش حاجه نخبيها. طيب ما عندناش حاجه نخبيها. نحاول يكون الاسبوع الجاي الفكره يمكن يبقى في عدم وضوح فاحنا بنوضح بالظبط. ده مهم جدا سياده اللواء طارق مهدي بشكرك شكرا جزيلا. اذا الرؤوس واضح ان احنا متفقين عليها كشعب وكقوات مسلحه. الرؤوس لا ده كلامنا لحد دلوقتي. بعد الفاصل الدكتور أسامة الغزالي حرب اللي اتأخرت عليه كتير.